السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخوان، كي دايرين نتوما؟ كلشي مزيان، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله بحول الله جيتكم بواحد الفيديو ان شاء الله اللي جد مهم. كيف ما العاده الاخوان، ما كنجيش نصور فيديو الا كاين شي حاجه خصني نقولها لكم، هادشي اللي كاين الاخوان، ولا شي سؤال مثلا تطرح عليا وخصني نجاوب عليه في فيديو. هذا ما كان الاخوان. شكرا بعدا على الناس اللي كيتفاعلوا في القناه ديالي، سواء اليوتيوب سواء الصفحه الفيسبوك. صفحه الفيسبوك صراحه ما مركزتش عليها، وحتى اليوتيوب واخا عندي القناه مفعله شحال هادي، وهذا راه ما يعني ما عادش داك النوع اللي كيحط في ثلاثه الفيديوهات في السيمانه، اربعه الفيديوهات في السيمانه. انا كنحرك القناه ديالي غير باش نبان مره، لانني انا راه كاين واجد. هذا ما كان الاخوان، لانكم كتعرفوا اليوتيوب راه يعني كيشوف القناه مثلا اللي كانت واقفه واحد المده، وهذا راه ما كيكونش التفاعل. لهذا حتى انا فعلا انا ما عنديش التفاعل، لان ميكت على اليوتيوب شحال واحد المده هذه، ما كنحطش على شهر، على شهر ونص، على شهرين. المهم الاخوان، تدرت صفحه الفيسبوك، قلت صفحه الفيسبوك فيه الناس بزاف اللي غادي يوصلوهم المعلومه، اللي كيوصلوهم المعلومات فعلا الفيسبوك، ولا دابا داير بوم يعني، ولا اكثر من اليوتيوب يعني. واخا الشروط ديالو صعاب على اليوتيوب، ولكن حتى اليوتيوب دابا حاليا راه ما بقاتش سهله، لان بزاف ديال الشروط، بزاف ديال الامور تغيرت بزاف. كل مره خصك دير شي تحديث جديد. وكاينين الناس اللي عندهم قنوات دابا مازال ما داروش واحد التحديث، راه في 2023 دار، وفي هذا الاخر في 2024 عاوتاني في 2023 دار واحد التحديث. خصك دير واحد، دخل واحد لي زانفورماسيون، خصك تدخلهم في جوجل ادسنس الاخوان. كيف ما قلت لكم بدخلوا اليوتيوب وبحثوا، لان كاين بعض الناس اللي وصلتهم الرساله في الجيميل وما شافوهاش. هذه النقطه بغيت ندوي عليها، ولكن هادشي ما يعني ماشي مواضيع ديالي، ديك الشيء ما كنحاول ان ما نويش عليهم. ولكن اي واحد دار القناه ديالو وعنده الجيميل، راه كيجيك واحد الميساج دائما راقب الجيميل، لان كيجيك ميساج عند اليوتيوب وانت ما كتشوفوش. المهم كاين واحد ليطاب خصك ديرهم ضروري في هذا راس العام، داروا واحد التحديث جديد، يعني خصك ضروري شي معلومات تغيرت، قد شي معلومات في جوجل ادسنس. المهم الاخوان، ما عليناش الفيديو ديالي الاخوان اليوم ان شاء الله بحول الله، بغيت نهضر على واحد الحاجه اللي مهمه، وباش الا باش الناس اللي ما في خبرهمش يديروها في بالهم من هذه البدايه ديال 2024 الاخوان. اللي بغيت نهضر عليه هو لا فيزيتا الاخوان العينين، لان هذا الموضوع دخلت ليه بصراحه البارح، كنبحث كنلقى بعض الناس واخدين الفكره غلط. اشنو هو هذا الغلط؟ الغلط هو انك البيرمي ديالك قال لك اودي الا فات عندك البيرمي 10 سنين خصك تمشي دير الفحص ديال العينين، يعني تفحص العينين ديالك، لا فيزيت العينين. هنا الناس فين فاش مشات غلطه. الناس فاش سمعوا 10 سنين البيرمي خصو يمشي يدير الفحص، كيحسب لهم البيرمي خصهم يمشيو يعاودوا حتى البيرمي راه ماشي الا فايت 10 سنين خصك تمشي تبدلو. البيرمي راه فيه لا دات ديالو، راه فيه التاريخ تما، يعني البيرمي ما غتعاودو ما حتى شي حاجه حتى تيوفى من ديك لا دات اللي فيه، راه فيه التاريخ الصلاحيه. ملي غادي يوفى لك هذيك التاريخ الصلاحيه راه غتمشي تجدد البيرمي ديالك. ولكن دابا في هذه الحاله اللي كنهضروا عليها دابا، حنا كنهضروا على لا فيزيت العيني، يعني البيرمي دوزتيه دابا هادي بحال قلتي بحال دابا انا نقول مثلا دوزتو انا اعوذ بالله ما قلت انا دوزتو في 2014 نهار 21 شهر 1 2014، يعني هذا الحد اللي داز اليوم الاربع شحال في التاريخ ما عرفتش، 24 اليوم 24 شهر 1، انا يعني نهار 21 في هذا الشهر هذا انا كمل عندي 10 سنين نيشان، يعني قفل 10 سنين، يعني الحد ما كاينه خدمه ما كاين حتى شي حاجه. اثنين فعلا ما كنتش مثالي، ما دوزتش لا فيزيت العينين اليوم، البارح ثلاث كذلك، اليوم كذلك ما مساليش انا الملف. ها هو والله ما قلت انا الاخوان قالوا لي اي واحد ما عنده البيرمي فايت 10 سنين وشدك بوليسي ولا شدك جدارمي وما لقاش عندك لا فيزيت العينين، ها هو الملف الاخوان. كشريو هذا الملف، هذا باش كتعمروا المعلوم، هما الطبيب كيعمر هذا الملف ماشي انت، تقدر تكون شي وحده في هادو في الصفحات بحال شي كارت غريز مثلا. المهم الاخوان، هاد المعلومات غادي يعمرهم لك الطبيب، غالبا كيعمرهم الطبيب، ولكن كتكون ضروري تكون التصويره. المهم الاخوان، غير باش تصحح الناس اللي واخدين الفكره غلط، راه ماشي البيرمي اللي خصك تعاود، البيرمي راه فيه التاريخ ديالو كيما قلت لكم، البيرمي غادي تعاودو نهار يتوفى لك من لاطات ديالو،
هذيك الساعه كتجدد البيري ممكن تجددها عاوتاني في الفحص ديال العينين. دابا غادي تجدد غادي يعني غادي دير الفحص ديال العينين ديالك حيت دازت على البيري ديالك 10 سنين فقط. هادشي اللي كاين غادي دير واحد لا فيزيت غادي تبقى عندك في الطوموبيله مع الوراق اللي غيطلب عليك شي بوليس ولا جدارمي غادي تقول ليها عطايا يشوف التاريخ يشوف المسائل ديالك مقدم عنده ما يصور منك صافي فقط. يعني ما تخلص لا مخالفه ما والو. المخالفه الاخوان راه فيها 400 درهم 400 درهم انا باش نقولها لكم. كيف ما قلت لكم الاخوان انا دابا وفى ليا نهار الحد ان شاء الله. انا كنقول اليوم كنت غادي ندوز لا فيزيد العينين ما مساليش. انا راح نحاول غدا ان شاء الله بحول الله نمشي ندير لا فيزيد العينين باش نتفاداو اي مشكل نتفاداو. حنا ما نخلصوا لا مخالفه لا حتى شي حاجه. يكون شي حاجه اللي هي قانونيه ماشي مشكل. انا اصلا ديجا انا بغيت ندير النظر ديالي بغيت نصور النظر لان كنصوبتهم في 2015 ولا 2016 وما كنديرهمش فعلا. وجاني دابا الكاتر جاني شويه صغير وهذا ما فقيتش غادي نديرهم يعني دونك غادي نجدد النظر ديالي غادي نصوب شي نظر يكون زوينين نبقى نلبسهم نحاول انني نولفهم لانني ما كنولفهمش. هذا ما كان الاخوان وتبارك الله عليكم. المهم هاد الغلط اللي بغيت نصحح لبعض الناس وكاين بعض الناس اللي مازال ما عرفوش هاد القضيه ديال لا فيزيد العينين راه ضروريه. يفوت عندك البرماج خاصني خصك تمشي تدوز لا فيزيد العينين. المهم تبارك الله عليكم. اللي بغى يسولني على شي حاجه مرحبا الف مرحبا يخلي لي السؤال ديالو في التعليق كما العاده. تبارك الله عليكم.